ثم يقفون الناس الآن مجتمعين مكتظين وين؟ عند باب الجنة، ما بعد فتح الباب. كل الأنبياء، وهذه تسمى الشفاعة الأخرى. الشفاعة الأولى تحت العرش، وهنا عند باب الجنة يأتون الناس مرة ثانية، آدم ونوح وعيسى اشفع لنا، تفتح لنا أبواب الجنان. لكن الشفاعة هنا خاصة لأهل الجنة، الشفاعة الأولى خاصة لكل الأمم، لكل الخلق أو عامة. ثم لما يقبلون إلى النبي يقول أنا لها، ثم يؤذن له، فأول من يمسك حلق الباب هو محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، فيطرق الباب فيرد عليه رضوان خازن الجنة، فيقال من؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قال لك أمرت أن أفتح، الله أمرني أفتح لك يا محمد. فيفتح الباب ويأتي الناس. طبعا الباب، باب الجنة، وصف في بعض الأحاديث مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، والجنة كم لها من باب؟ 8 أبواب. الله يجعلنا وياكم من يدخل مع الأبواب الثمانية كلها، 8 أبواب. فإذا دخل الناس، وسيأتي عليها وقت يوم والناس عليه زحام يتزاحمون، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولك أن تتخيل وتستشعر أن الرسول ناديك أنت يا فلان، محمد، خالد، فهد، أيا كان اسم المرأة الرجل، ويأخذك بيدك ويقول الأنبياء إبراهيم وآدم ونوح وعيسى وأبو بكر الصحابة وعمر، هذا ابني لقد صبر في الدنيا على الفتن وقبض على دينه، فبشره الله بالجنة وبرحمته ادخله الجنة وتدخل الجنان. وتأتي المرأة والبنت ويقول هذه ابنتي لقد صبرت على حجابها في زمن الفتن والانفتاح والمهاترات والمعاكسات والمصائب، لكنها ثبتت على دينها وقبضت على حجابها وحشمتها وطاعتها لربها، فتدخل الجنة مع عائشة وفاطمة وأسماء، الله لا يحرمنا إياكم فضله. ثم الآن انتهى دور النبي لها، فيذهب فيطلب ربه. لمن يا رسول الله؟ يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رب إني أريد أن أدفع من أمتي من كتبت عليهم النار. أهل الجنة دخلوا والآن باقي أهل النار، فيقف النبي يدفع أمته من خوفه عليهم. يا رسول الله إن بعضا من أمتك اليوم رأوا السنة، رأوا الحق، رأوا الهدي، لكن لم يتبعوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلي كمثل رجل أوقد نارا ثم أضاءت ما حوله ثم جعل الفراش يقعن فيه وهو يدفعهن ويحجزهن عن النار وهم يتدافعون. يقول وأنا كمثل ذلك الرجل آخذ بحجزكم. الحجز مكان ما يربط الحزام عند خاصرة البطن، يعني يمسك النبي بحجزكم ويدفع الناس عن النار، يدفعهم خوفا على أمته. وإني آخذ بحجزكم يوم القيامة وأنتم تتفلتون مني. النبي يرى هذا المشهد، ثم يأتي النبي لما يرى مجموعة من أمة دخلت النار يتركهم، حتى العصاة. والله إن حب النبي واجب، ولا يقوم إيمان ولا تسلم عقيدة إلا بحبه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسولكم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول يا رب يا رب. الآن يسجد يطلب ربه في أهل النار، فيقول فيحد الله لي حدا. وش معنى يحد لي حد؟ يعني يحدد لي إما عدد وإما أفعال، يعني من فعل كذا أخرجه، أو عدد مثلا 1000 ولا 100 كذا. فيحد الله لي حدا فيقول يا محمد اذهب إليهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يقول فأذهب وأطلعهم وأدخلهم الجنة، ثم أنظر إلى النار فأرى كوما أو عددا من أمتي، فأسجد تحت العرش وأقول يا رب يا رب أمتي أمتي،
فيقول فيحد الله لي حدا، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. يقول حتى الرابعة أربع مرات، ثم يقول أستحي من ربي أن أعود، فأقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، أخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شعيرة من إيمان. يقول فآتي إليهم وأخرجهم وأدخلهم الجنة، ثم أرجع مرة أخرى وأسجد وأقول يا رب، فيقول الله جل وعلا يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه حبة من إيمان. يقول فأذهب فأخرجهم فأدخلهم الجنة، ثم يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم ولا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله، لا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله. فيقول الله يا محمد هل رضيت؟ فيقول نعم ربي رضيت. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا يرضى صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أغلب أمة بل كل من قال لا إله إلا الله الجنة. فأحبوه يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. فلا إله إلا الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه حتى يدخل أولئك كلهم من قال لا إله إلا الله إلى الجنة. سئل النبي من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، حديث أبي هريرة في البخاري، قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أنا أسألكم بالله قولوها وأنتم مخلصين لله الآن، قولوا لا إله إلا الله. والله إني أهنئكم وأقول لكم بالعامية مبروك وافرحوا، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا له دعوة وشفاعة قدمها في الدنيا إلا أنا فخبأتها يوم القيامة. ليش يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته حتى ينقذ بها ما يستحق الحب والاتباع والطاعة. يوم الطائف ناله من العذاب وطرد وأدمي عليه الصلاة والسلام، حتى قال والله إني كنت أهيم في قرن الثعالب. تقول عائشة يا رسول الله حدثني بأشد يوم مر عليك، قال يا عائشة أشد يوم مر علي كان من قومك، طردوني من الطائف ورجموني وأدموني حتى همت على وجهي، حتى وقفت وأنا أقول اللهم إني أسألك. اسمعوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين، فينزل له ملك الجبال مع جبريل فيقول له جبريل يا محمد إن الله سمع مقالتك وإنه أرسل معي ملك الجبال، مره أن يطبق الأخشبين عليهم
فقال: لا والله لا أدعو على أمتي، لا أدعو على أمتي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان أحوج إلى أن يدعو ربه حتى يكف بأسهم وشرهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ادخر دعوته وخبأ شفاعته إلى تلك الساعة ليشفع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط ذاك ما يقوم به صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام يدافع عن أمته وتعرض عليه أعمالهم عليه الصلاة والسلام. ونحن في مثل هذا الموطن نكثر ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أوس بن أوس في حديث يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ أي بليت؟ قال: نحن الأنبياء حرم الله أجسادنا على الأرض، ولكننا لا ننفع ولا نضر، نشهد الله على حبه، فإن أبي وأمي وعمي وعرضي لعرض محمد فيكم وجاء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ قالوا: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فلا إله إلا الله. زكاه الله جل وعلا في خلقه وقال: إنك لعلى خلق عظيم. ولا إله إلا الله زكاه في صدقه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا إله إلا الله زكاه في قلبه وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولا إله إلا الله زكاه الله جل وعلا كله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع ذكره. ولو رفعنا لك ذكرك. فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة